اختلفها مع دورة تجديد السياسة النقدية. فبالتالي هناك بعض المخاوف بأن أرقام التضخم تعيد الارتفاعات أو تعيد موجة الارتفاعات وتسجل موجة ارتفاعات أخرى، لا سيما هنا بأن التوترات الجيوسياسية قد تكون ضاغط أساسي بالنسبة للأسواق العالمية بأن يكون هناك موجة أخرى بالنسبة لأرقام التضخم. فبالتالي ما كانت تتفائل به الأسواق بأن إمكانيات التضخم وإزالته في الفترة القادمة قد يكون صعب بعض الشيء، مما أعطى الأسواق فكرة بأن تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ما كانت تتوقع سابقا، لأن اجتماع شهر مارس اجتماع شهر 3 القادم قد يحمل أول عمليات تخفيض أسعار الفائدة، باتت تتوقع الأسواق بأن لا يكون هناك تخفيض أسعار فائدة. هذا قد يكون يتفق تماما مع نبرة أعضاء الفدرال الأمريكي، مع نبرة رئيس الفدرال الأمريكي جيرام باول في المقابلة التلفزيونية الأخيرة له، أو حتى في المؤتمر الصحفي الأخير قد أشار بأنه يحتاج إلى الثقة بالبيانات الاقتصادية. الثقة ما يقصده هنا جيرام باول بأنه يحتاج رؤية أرقام التضخم راسخة بالنسبة أو حتى تكون أرقام معتدلة بعض الشيء، أن تثبت أن تتجه إلى المستهدفات، أن تكون هناك قراءات معتدلة قريبة من المستهدفات. فبالتالي هذا لم يحصل له الفدرال الأمريكي، لم يحصل عليه الفدرال الأمريكي في آخر قراءات. المخاوف لا تزال بأن موجة تضخم قادمة قد تعيد للأسواق أو قد تعيد للأسواق تغيير الحسابات بالنسبة لأول عملية تخفيض أسعار الفائدة. هنا عبد الرحمن، طيب هل سنشهد رفعا للفائدة من قبل الفيدرالي قريبا؟ ماذا أيضا عن البنوك المركزية العالمية الأخرى، كيف ستتعامل؟ لا أعتقد عبد الرحمن أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى المزيد من دورة تجديد السياسة النقدية أو حتى المزيد من الألم في الاقتصاد. بكل تأكيد أسعار الفوائد المرتفعة أثرت بشكل جلي على النمو الاقتصادي في أرجاء العالم، فبالتالي قد يكون هناك محاولة الابتعاد عن الوصول أو محاولة رفع أسعار الفائدة. هنا عندما ننظر إلى أرقام البنوك الأخيرة، البنوك الإقليمية تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما شهدنا عدد إفلاسات من سيليكون فالي بنك على سبيل المثال، سيجنتشر بنك في عام 2023، هناك بعض المخاوف بأن يتجه العالم إلى وجود إفلاسات جديدة. إفلاسات جديدة هنا من بنوك، أيضا بنوك محلية، بنوك إقليمية صغيرة زي نيويورك كوميونيتي، فانخفض سهمها ما يقارب 40% في الفترة الماضية. حتى أن هناك بعض البنوك الصغيرة في ألمانيا قد سجلت انخفاضات للأسهم، بنوك أيضا في اليابان. فبالتالي هناك مخاوف من استمرار دورة تجديد السياسة النقدية ودفعها البنوك للإفلاسات. هنا ما أقصده الألم الاقتصادي. فبالتالي دورة تجديد السياسة النقدية على ما أعتقد هنا قد توقفت، وهو ما أشار له أيضا الفيدرالي الأمريكي في البيان الأخير بأن دورة تجديد السياسة النقدية لحتى الآن هي وصلت إلى نهايتها، قد أشار جليا في البيان الأخير في المؤتمر الصحفي الأخير. هنا ما أود ذكره عبد الرحمن، عندما ننظر إلى الفائدة الحقيقية وهي الفائدة ناقص أرقام التضخم 5.5% للفدرال الأمريكي، الفوائد هناك ناقص أرقام التضخم 3.1% فهي أرقام عند 2.4%. 2% هي تعتبر سياسة تشددية أو أعلى من 2% سياسة تشددية. فلذلك لا أعتقد بأن البنوك المركزية ستتجه للمزيد من تجديد السياسة النقدية، حتى لو شهدنا أيضا أرقام التضخم عادت لتسجيل ارتفاعات. قد تتجه البنوك المركزية للحصول على الوقت. الوقت هنا كفيل لمتابعة هل دورة تجديد السياسة النقدية دفعت أرقام التضخم لتسجيل المزيد من الانخفاضات، هل هناك إمكانية للوصول إلى السوفت لاندينج، الهبوط الناعم، أي أقصد هنا انخفاض أرقام التضخم دون الوصول النمو الاقتصادي في مرحلة ركود. فبالتالي لا أعتقد أن البنوك المركزية ستراهن على النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، خاصة بأن النمو الاقتصادي في عديد الاقتصادات وصل إلى مرحلة مسطحة عند قراءات 0%، والبعض دخل في قراءات سلبية. فلا يمكن المراهنة على مزيد من أسعار الفوائد المرتفعة لدفع النمو الاقتصادي للركود. الوقت هنا حتى كفيل عبد الرحمن ليدفع الاقتصادات لمرحلة ركود. قد يكون الركود هو دافع لتغيير السياسات النقدية في الفترة القادمة، تغيير دورة السياسة النقدية التشددية إلى التسهيلية. أقصد هنا الاتجاه من أسعار الفوائد المرتفعة لتخفيض أسعار الفوائد لمحاولة الحفاظ على النمو الاقتصادي. فبالتالي لا أعتقد أن يكون هناك عمليات رفع أسعار فائدة قادمة. طيب
طيب وهذا يعني يتوافق مع الآمال بمثلا خفض بنك إنجلترا للفوائد وأيضا سلوك البنوك المركزية الأوروبية ومنطقة اليورو نفس يعني تتوافق مع هذه الآمال؟ قد يكون هناك حالات مختلفة بالنسبة لاقتصاد هنا عبد الرحمن، ما أشرت له بأن بنك بريطانيا بنك أوروبا قد تكون الحال مختلفة بعض الشيء عن الولايات المتحدة الأمريكية. ما أقصده هنا النمو الاقتصادي، النمو الاقتصادي في أوروبا على سبيل المثال اليوم قد ظهرت آخر البيانات الاقتصادية بأن النمو الاقتصادي مصطح للربع الأخير قراءة صفرية. القراءة السابقة كانت قراءة بمرحلة الانكماش 0.1% بالماينس سلبية، فبالتالي كان هناك مخاوف بأن يكون دخول أو إعلان الركود بشكل رسمي في منطقة اليورو، لكن هذا لن يكون بمعزل عن دخول مرحلة ركود في الفترة القادمة. تأثير دورة تسجيل السياسة النقدية سيستمر على الاقتصادات، فبالتالي النمو الاقتصادي قد لا يسجل ارتفاعات مع الفوائد المرتفعة، لا بل قد نشهد انخفاضات. فبالتالي حالة الاتحاد الأوروبي وحالة بريطانيا قد تكون متشابهة. بريطانيا اليوم أرقام التضخم سجلت 4% القراءة الأخيرة، لا يزال التضخم مرتفع، بينما منطقة اليورو 2.8% أيضا لا يزال مرتفع بعيد عن مستهدفات البنوك، لكن النمو الاقتصادي متشابه في منطقة أوروبا وبريطانيا. أيضا بريطانيا قراءات سلبية في الربع الأخير 0.1% سلبية، فبالتالي قراءة أخرى سلبية معنى ذلك دخول بريطانيا في مرحلة ركود اقتصادي، وهذا ما جل ما يخشاه الاقتصاديون في بريطانيا، أن يكون دخول مرحلة ركود ستكون دافع لتغيير السياسة النقدية. فبالتالي الاختلاف هنا النمو الاقتصادي، قد يكون هناك اختيارين، إما أن تكون مجبرا لتغيير دورة السياسة النقدية إلى التخفيض عندما تدخل مرحلة ركود، أو أن تكون منتصر وأن تصل أرقام التضخم عند 2% عند مستهدفات البنوك المركزية. على ما أعتقد الوصول إلى مرحلة 2% بالنسبة للتضخم مع أن قريبين جدا أيضا، لكن أعتقد صعبة جدا بناء على المعطيات الاقتصادية عبد الرحمن. البيانات الاقتصادية قد تكون دافعة بشكل كبير لأن يكون هناك موجة جديدة بالنسبة لأرقام التضخم، فبالتالي عندما ننظر إلى المعطيات المتواجدة على ما أعتقد تغيير دورة السياسة النقدية إلى تسهيلية قد تكون مجبرة من بنك أوروبا وبريطانيا لتغييرها خوفا من دخول مرحلة الركود في الفترة القادمة، وقد يكون أيضا بنك بريطانيا مجبر أيضا لو دخل في القراءة القادمة لمرحلة الركود بشكل رسمي إلى تسريع دورة السياسة النقدية بتغييرها بالرغم من أن أرقام التضخم مرتفعة، فالنمو الاقتصادي سيكون لاعب أساسي أكثر من التضخم في الفترة القادمة على ما أعتقد. طيب الدولار اقترب من أعلى مستوياته في 3 أشهر بعدما يعني بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. إيش تشرف لي مستقبل العملة الخضراء أمام العملات الأساسية؟ قد يكون الملخص عبد الرحمن هنا دولار كينج في الفترة الماضية الربع الأول قد يكون هو استفاد الدولار الأمريكي من تسعير الأسواق لإمكانية تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول، وهو ما قد بالغت فيه الأسواق، بالغت بمرحلة التفاؤل رؤية عدد من أرقام التضخم تسجل انخفاضات، بالغت بفكرة إمكانية تخفيض أسعار الفائدة. بعض بيوت الاستثمار قد توقعت أن يكون هناك تخفيض أسعار فائدة لخمس مرات، لا بل الأسواق والفيد فانس العقود الأجلة الفيد سوابس قد سعرت بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة بخمس مرات في العام الحالي، لكن الفدرال الأمريكي ذكر جليا بأن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون 3 مرات في عام 2024 بناء على البيانات الاقتصادية. قراءة أمس للتضخم دفعت حتى التسعير لتخفيض أسعار الفائدة بشكل كامل من شهر 3 إلى شهر 7، بالتالي الأسواق تعتقد بأنها كانت أو بدأت تتقبل فكرة بأنها كانت قد بالغت بتوقعات لتخفيض أسعار الفائدة بشهر 3. لذلك الدولار الأمريكي قد يستفيد في المرحلة القادمة، قد يكون أحد المستفيدين في الفترة القادمة في لنهاية الربع الأول. لو ما أردنا أن ننظر له على المدى المتوسط، قد يكون هناك فكرة إمكانية تشكيل المزيد من الارتفاعات للدولار الأمريكي مقابل سلة العملات. على سبيل المثال قد نشهد إمكانية تداولات اليورو عند مستويات الدولار 3 سنت، إمكانية عودة الباوند الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي لمستويات الدولار 23 مستويات الدولار 22. لو ما أردنا أن نعتقد بأن الدولار الأمريكي قد يكون مستفيد من مرحلتين، مرحلة عدم تخفيض أسعار الفائدة من ناحية، من ناحية أخرى الاستفادة من التوترات الجيوسياسية وتفعيله كملاذ آمن، فعلى ما أعتقد الدولار الأمريكي لا يزال لديه بعض الإمكانية لتسجيل ارتفاعات حتى لو نظرنا فنياً
بعيدا عن الأساسية، الدولار الأمريكي يتداول في قناة سعرية، وصول مستوياته لمؤشر الدولار إندكس عن مستويات 104.5 قد تكون واردة في الفترة القادمة. اختراقه على ما أعتقد قد يمهل السبيل بالنسبة للدولار الأمريكي لوصوله إلى مستويات 106 لمؤشر الدولار إندكس. طيب ماذا عن بقية العملات؟ كيف ترى مستوياتها؟ قد يكون هناك بعض الصعوبة لعبد الرحمن لمتابعة الين الياباني في الفترة القادمة، خاصة بأن بنك اليابان قد يكون هناك بعض التوجهات وتغيير السياسة النقدية، لكن هناك بعض المخاوف من انخفاضات الين الياباني. اليوم الين الياباني مقابل الدولار، أو الدولار مقابل الين الياباني، كل دولار 150 ين ياباني، وصول مستويات مخيفة جدا. اليوم تصريحات من الحكومة اليابانية أنه المخاوف بارتفاعات بشكل، فبالتالي قد يكون الانترفين أو التدخل بالنسبة للحكومة اليابانية لمحاولة دعم الين الياباني. فبالتالي عندما ننظر لها قد يكون الربع الأول استفادة من الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى حين تغيير السياسة النقدية بالنسبة لليابان، وهم قد يتجهون إلى دورة تجديد السياسة النقدية في الفترة القادمة بالنسبة لبنك اليابان. فبالتالي مستويات 153 بالنسبة للدولار مقابل الين قد تكون واردة. ثم لو أردنا ننظر لها إلى فترة زمنية أطول، فيما لو رفع بنك اليابان أسعار فائدة قد يكون الين الياباني مستفيد في المرحلة الثانية، الربع الثاني إلى نهاية أو حتى إلى الربع الثالث، قد تكون الفائدة أو القوة بالنسبة للين الياباني لو تم تغيير دورة السياسة النقدية. لو نظرنا إلى باقي سلة العملات قد يكون المستفيدين هنا التباين بالنسبة للسياسة النقدية. عبد الرحمن، ما أقصده، من سيتجه إلى عمليات تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للاقتصادات قبيل الاقتصادات الأخرى؟ فبالتالي على ما أعتقد الفيدرالي الأمريكي ممكن أن يكون هو المتجه بشكل قوي منتصرا على التضخم، لكن البنوك الأخرى قد تكون مجبرة لتغيير السياسة النقدية في الفترة القادمة. بالتالي هنا الاختلاف، إذا ما وصلت إلى تغيير السياسة النقدية مجبرا بالنسبة لحالة النمو الاقتصادي قد يكون دافع سلبي بالنسبة للعملات. فبالتالي الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي قد يواجه هبوط في الربع الثاني بالنسبة لسلة العملات مقابل مؤشر الدولار إندكس. طيب الآن أنا ننتقل إلى سوق النفط، سوق الطاقة والنفط العالمي. عودة رياح التضخم وبيانات المخزونات، يعني هذين يؤرقان أسواق النفط، حيث تراجعت أسعار الخام رغم التوترات الجيوسياسية. هنا نريد أن نبحث مستقبل النفط في ظل المعطيات المتضاربة، وهناك يعني لا أعرف هل الوضع طبيعي بما يتعلق بأسعار النفط بالمقابل بوجود أزمات، الوضع فيه شيء غير مفهوم؟ عبد الرحمن، ممكن تلخيص ما ذكرته بحالة الاضطراب، عندما يكون هناك حالة عدم يقين بالنسبة للأسواق قد يؤثر على التداولات السعرية بالنسبة لأي منتج تداول بشكل عرضي. هذا ما لاحظناه بالنسبة للنفط في الفترة الماضية، من نوفمبر، من شهر 11 2023 إلى الوقت الحالي، خام غرب تكساس على سبيل المثال يتداول بمستويات 68 دولار إلى مستويات 80 دولار. عدم اليقين، حالة عدم اليقين بالنسبة للعرض والطلب من ناحية، بالناحية أخرى التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على العرض والطلب. حتى كما أشرت أنت عبد الرحمن، أرقام التضخم ليست فقط مستنبطة بالنسبة لأرقام النفط كحسابها بالنسبة لمكونات السعرية، لكن حتى هي مؤثرة بالنسبة للطلب على النفط العالمي. بكل تأكيد أرقام التضخم عندما تسجل ارتفاعات يقل أرقام الإنتاج الصناعي، عندما يقل أرقام الإنتاج الصناعي بكل تأكيد يقل الطلب على النفط، مما ينعكس سلبا على أرقام أو على أسعار النفط. فبالتالي المعطيات المتواجدة حاليا بالنسبة للناحية الاقتصادية تدعم السلبية بالنسبة للنفط. هذا ما قد دفع منظمة أوبك لتغيير السياسة في الفترة الماضية، حتى التخفيض الطوعي في الفترة الماضية عندما تم رفعه لمحاولة إيجاد بعض التوازن بين العرض والطلب، بين حتى العرض والطلب المستقبلي، محاولة استشراف المستقبل بالنسبة لعرض والطلب، ومحاولة دفع السياسة بالنسبة لمنظمة أوبك. لكن بالمجمل عبد الرحمن، التوترات الجيوسياسية المتواجدة حاليا بكل تأكيد داعمة قوية بالنسبة لأسعار النفط، لا خلاف على ذلك.
عندما ننظر إلى التواجد حاليا لخام غرب تكساس، بدأ يسجل بعض الارتفاعات، بدأ يتحرك بعض، يسجل بعض الارتفاعات جراء حتى تصريحات من منظمة أبيك في الفترة الماضية بأن السياسة الحالية السياسة حتى الآن ناهضة بالنسبة لأرقام النفط، بالنسبة لأسعار النفط. فعلى ما أعتقد مستويات WTI أو مستويات خام غرب تكساس إلى $80 قد تكون واردة في الفترة القادمة. أحتاج فقط اختراقات فنية هنا لمستويات 78.5 للبرميل، قد يسجل ارتفاعات إلى مستويات 80، مستويات 84 على ما أعتقد قد تكون واردة عبد الرحمن هنا في النصف الثاني بالنسبة لخام غرب تكساس. طيب، منظمة أوبك توقعت أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول 2045، أي أعلى بنحو 6 ملايين برميل يوميا من تقرير العام السابق. كيف سيتم تأمين هذا الطلب العالمي بظل خفض إنتاج طوعي؟ قد يكون التأمين عبد الرحمن للفترة الزمنية الطويلة لعام 2045 قد يكون استشراف طويل الأمد. على ما أعتقد منظمة أوبك وحتى وكالة الطاقة الدولية وجدت اختلاف بالنسبة لتوجهاتهم المستقبلية في الفترة الماضية. على سبيل المثال، تقديرات أوبك على الطلب العالمي أنه سينمو الطلب إلى 2.2 مليون برميل يومياً في عام 2024، بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية بأن ينخفض الطلب العالمي 1.2 مليون برميل. هناك اختلاف كبير جداً بين تقديراتهم للطلب. هذا ما أقصده عبد الرحمن بعدم اليقين. حتى المنظمات، اختلاف بين منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية في محاولة التوقعات للطلب العالمي في عام، فما بالك عبد الرحمن في عام 2045. على ما أعتقد استشراف طويل الأمد من المنظمة لا تعلم بأنه ما قد يحصل. بكل تأكيد الوقود الأحفوري قد يتم الاستغناء عن جزء كبير منه في عام 2045، فبالتالي هذا ما قد يدفع إلى إمكانية تقليص الطلب في الفترة القادمة. اللجوء إلى السيارات الكهرباء بكل تأكيد أداة قد تكون لاعبة في الفترة القادمة بالنسبة للوقود الأحفوري، فبالتالي الاختلافات بالنسبة لتقديراتهم للطلب العالمي قد يكون مختلف. لكن فيما لو نظرنا بأنه قد يحتاجون إلى مزيد من المعروض، على ما أعتقد منظمة أوبك قد تتجه لزيادة المعروض في الفترة القادمة، لأنه بكل تأكيد سلة الدول النفطية قادرة على زيادة الإنتاج في الفترة القادمة. ما تم كبحه في الفترة الأخيرة لمحاولة إيجاد بعض التوازن بين العرض والطلب، وهو سياسة على ما أعتقد سياسة ممتازة جدا في الفترة الماضية لمحاولة التوازن بين العرض والطلب الآني في الفترة الحالية. لذلك لعام 2045 عبد الرحمن على ما أعتقد سيكون هناك تغييرات جذرية بالنسبة لمنظمة أوبك للإنتاج العالمي. دعنا نختم من المعدن المهم عالميا، التضخم الأمريكي. بيانات التضخم الأمريكية وكأنما وجهت ضربة للذهب. كيف تأثر الذهب بهذه الضربة وتراجعت أسعاره تحت مستوى $2000 للأونصة؟ نعم عبد الرحمن، سؤال مهم جدا. نقطتين أساسيات ما نشهده في الفترة الأخيرة بالنسبة للذهب، التخلي عن ما هو متعارف عليه بأنه غطاء للتضخم من ناحية، من ناحية أخرى لم يتفاعل بشكل كبير كملاذ آمن في خضم التوترات الجيوسياسية. لكن ما أعطى الذهب بعض الانخفاضات في الفترة الماضية، وقد ما ذكرته في المقابلة الماضية بأن إمكانية أن نجد ربع أول سلبي بالنسبة لتداولات الذهب، هو ما كنت أعتقد بأن يكون هناك سيناريو الصدمة بالنسبة للأسواق في توقعات أو تفاؤلات لعمليات تخفيض أسعار الفائدة. كلما كان هناك عمليات تخفيض أسعار الفائدة عبد الرحمن، تتجه العالم أو يتجه العالم لشراءات الملاذات الآمنة وشراءات الأصول ذات المخاطرة. شراءات الملاذات الآمنة هنا أقصد الذهب، لأنه بكل تأكيد سيتجهون إلى عمليات بيع الدولار الأمريكي واتجاهات لشراءات الذهب كاستثمارات. ما أعطى الذهب الانخفاضات في جلسة الأمس دون مستويات $2000 للأونصة هي تخلي الأسواق عن فكرتها وتفاؤلها بأن هناك إمكانية لتخفيض أسعار الفائدة في شهر 3، ما قد يدفعنا عبد الرحمن إلى دفع التوقعات بأن إمكانية ارتفاعات الذهب على ما أعتقد في النصف الثاني من عام 2024 قد يكون وارد في حالة صدور نبرة أو تغيير نبرة البنوك المركزية من الحالة الصقورية إلى الحالة الحمائمية. هنا أقصد
تبني فكرة دورة السياسة النقدية التسهيلية بالنسبة للبنوك المركزية، ما قد يعطي الذهب بعض الارتفاعات في النصف الثاني، لكن إلى ذلك الوقت على ما أعتقد الذهب قد يكون متقلب أو يسجل حركة عرضية بين مستويات الـ 2060 دولار إلى مستويات الـ 1980 دولار. الحذر هنا عبد الرحمن من كسر مستويات الـ 1980 دولار للأونصة، لأن قد تدفع وتدفع أرقام الذهب لتسجيل المزيد من الانخفاضات. قد نشهد إمكانية وصول الذهب إلى مستويات 1940-1920 في الفترة القادمة، فيما لو استمرت الأرقام الاقتصادية بدفع عجلة دورة السياسة النقدية أو توقعاتها وتسعير احتمالية تخفيض أسعار الفائدة لشهر 7 في الفترة القادمة. لذلك مستويات 1940 إلى مستويات 1920 على ما أعتقد واردة في الربع الأول من عام 2024. شكرا أحمد عزام، محلل أسواق مالية في مجموعة إكويتي عبر الهواء مباشرة من عمان، على كل هذه المعلومات.